السلام عليكم أعزائي مشاهدينا، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد هوب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي المشاهدين، موضوعنا اليوم سيتكلم عن المباراة التي أقيمت بين ناديي مانشستر سيتي وأستون فيلا، حيث رأينا مباراة كانت في القمة. رأينا يعني أن هذه المباراة كانت سهلة بالنسبة إلى السيتيزنز، حيث يعني فازوا على أستون فيلا بثلاثية أهداف نظيفة. وطبعا أعزائي المشاهدين، لا أحد ينكر تألق النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ. طبعا أعزائي المشاهدين، والأمر الذي يعني الذي لم يكن متوقع عندنا نحن كعرب وكجزائريين هو أن رياض محرز النجم الدولي الجزائري يعني كان لاعبا احتياطيا. وطبعا أعزائي المشاهدين، عندما كان احتياطيا لمحته إحدى الكاميرات قبل مباراة نادي مانشستر سيتي ضد أستون فيلا كما قلت لكم، وبعد المباراة وأثناء المباراة أيضا يعني لمحته وهو بصورة يعني حزينة. طبعا أعزائي المشاهدين، كان متأثر وبصورة حزينة لأن بيب غوردون لم يشركه في هذه المباراة، حيث أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز قال: أريد أن ألعب جميع المباريات وأن أحترم الأرقام القياسية. وطبعا أعزائي المشاهدين، بعض الصحافة الإنجليزية ومن أبرزها سيتي ووتش و الميرور قالوا ان رياض محرز بدا بصوره حزينه في ملعب في ذلك الملعب التي اقيمت هذه المباراه. وطبعا كان بصوره حزينه للغايه لانه لم يشركه بيب غوارديولا في تلك المباراه. وطبعا راينا ايضا يعني تراجع مستوى برناردو سيلفا الذي دائما ما يفضله بيب غوارديولا على رياض محرز. طبعا لا يتصورها العقل عندما ترى يعني نجم خاصة هذا الشهر، شهر سبتمبر، نجم شهر سبتمبر يعني جالس في الدكة. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني هذا شيء لا يتقبله العقل في البريمير ليج. يعني لديك جوهرة مثل رياض محرز ويبقيه في الدكة، ورياض محرز يعني بالعامية عندما كان رياض محرز في كان 2019 أو مع المنتخب الجزائري كان دائما ما ينفجر في جميع المباريات. ورأينا أيضا أن عندما لا يلعب رياض محرز ضمن التشكيلة التي يلعب بها بيب غوارديولا يعني المباراة يعني تكون فوز يعني ليس بكبير. ولكن رياض محرز يعني أنا أقارن هنا بين برناردو سيلفا الذي فضله عن رياض محرز. طبعا برناردو سيلفا ورياض محرز، رياض محرز عندما يلعب على الاقل كما قال بيب غوارديولا حتى ولو يعني يكون في أسوأ حالاته يقدم لك تمريرتين حاسمتين، ولكن يعني برناردو سيلفا كان تائه في الميدان ويعني لم يقدم المستوى المطلوب في هذه المباراه. في اعزائي المشاهدين، انا اقول على ان بيب غوارديولا ان يشرك رياض محرز اعتقد في جميع المباريات، لان رياض محرز كما قال يعني ساله احد الصحفيين الانجليز قال له: ما يعني اعطينا سر مستواك الذي تقدم هذا الموسم، وقال: لقد كبرت ولقد يعني ايقنت العديد من الامور، وطبعا اردت ان اصبح الرقم واحد في نادي مانشستر سيتي، ولما لا شيء مستحيل مع العزم والاراده والاجتهاد كما قلت لكم. طبعا اعزائي المشاهدين، هذا كان موضوعنا اليوم وهذا كان فيديو اليوم، اتمنى انه ينال اعجابكم. ولكن قبل الانتهاء لا تنسوا دعمنا بلايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.